وينالها من اجتمع فيه ثلاثة أحوال: صدق النية في السير إلى الله، ثم يصدق صدق نيته بأمرين: الصدق في القول والصدق في العمل. إذا أحجم أحجم من أجل الله، وإذا أقدم أقدم من أجل الله، وإذا قدم أحدا قدمه من أجل الله، وإذا أخر أحدا أخره من أجل الله. وغدوه ورواحه في غالب أحواله لا يريد به إلا وجه الله. وأهل العلم من المفسرين يقولون إن هذه الآية تنصرف أول من تنصرف أول ما تنصرف إلى أول من آمن بالأنبياء ابتداء، كالمهاجرين الأولين والأنصار السابقين والحواريين من قوم عيسى، يدخل فيها كل من صدق الأنبياء ابتداء وأولا، لكن بابها ليس مغلقا. قال الله جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون ثلة من الأولين وقليل وقليل من الآخرين، أي أنه باب لا يغلق وخير غير منقطع، يبقى مفتوحا إلى قيام الساعة.